نقاشات عموميه كانت مع كل الفاعلين من قضاه من محامون من اساسيين الجامعيين من المجتمع المدني كقضية ترشيد الاعتقال الاحتياطي وكقضية العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وأيضا موضوع العقوبات القصيرة المدى التوجهات الحقوقية في عمل المرصد وفي عمل أو العمل الذي نقوم اليوم المرصد المغربي للسجون تعقد ندوة صحفية من أجل بسط المذكرة الترافعية المتعلقة بإصلاح منظومة الجنائية وقانون المسار الجنائية وفي نفس الوقت هي مناسبة كذلك لطرح بدائل العقوبة نظرا للاكتضاض اللي عرفته المؤسسة السجنية وبالتالي يشوف المرصد المغربي للسجون على أن هناك بدائل اللي ممكن أن تخفف من الاكتضاض داخل المؤسسة السجنية بالإضافة ذلك على أن هناك مسألة أخرى يطرحها المرصد المغربي المتعلقة بالعقوبة قصيرة الأمد كي تعلم الجميع على أنه نسبة الاعتقال داخل المؤسسة السجنية اللي وصل 86 ألف سجين هناك 43 ألف اللي هي راه الاعتقال الاحتياطي وهناك أكثر من 23% اللي تقضيوا العقوبة قصيرة الأمد وبالتالي تطرح سؤال من ما هي جدوى العقوبة قصيرة الأمد اللي هي شهر أو شهرين بالإضافة ذلك كذلك في هذه الندوة الصحفية سنقوم بطرح الملاحظات المتعلقة بالمشروع القانون التي قدمته المندوبية العامة للسجون وهي كذلك مناسبة لطرح مجموعة من القضايا تتمثل في وجهة نظر المرصد المغربي للسجون كيفاش بغينا نكون مؤسسة سجنية أكثر ألسنة كيفاش الإجراءات القانونية اللي ممكن تكون داخل المؤسسة السجنية وخاصة المتعلقة بالتأديب العزلة إذن هناك مجموعة من القضايا غيتكون مناسبة لطرحها أمام هذه الندوة أملين أن يعرف النقاش فيما يخص السياسة الجنائية ولا السياسة العقابية نقاش عمومي يمكن أن يساهم في تجويد النص القانوني المطروح حاليا أمام غرفة البرلمان وأمام غرفة المجلس المستشارين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي